اهلا بحضراتكم مره تانيه. احمد، شفنا من خلال التقرير بعض الاسئله وعلامات استفهام على هل قدره الانتر على الحفاظ على اللقب، هل زي ما انت كنت بتتكلم خلق دوافع جديده لليوفنتوس للحصول على اللقب. شايف صراع الاربعه الكبار ازاي بالنسبه للدوري الايطالي؟ انا شايف هو صراع الثلاثه الكبار ثلاثه، يعني احنا بنتكلم في يوفنتوس وانتر ميلان واي سي ميلان، دي الانديه اللي على الاقل تستشف من تحركاتها البسيطه في الميركاتو ان هي عايزه تنافس اكتر على لقب الدوري الايطالي السنه الجايه، بالذات يوفنتوس. زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل، يوفنتوس عنده دلوقتي تشكيله هجوميه وضيف ليها عنصر مهم وكان موجود قبل كده، ولكن احيانا بطوله يا كابتن بتيجي تغير مستواك خالص وتغير ليفلك في الكوره. صحيح، بس خلي بالك برضو وجود مورينيو على راس يعني على راس الاداره الفنيه في روما، اعتقد دي دوافع كبيره جدا على مستوى الجماهير، على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين. هل انت شايف انك بتبعد روما، هل مش وجود مورينيو مش هيديله في السنه الاولى دفعه للحصول على او الوصول طبعا الحصول على السيريا؟ انا اعتقد ان مورينيو في مشاريعه حتى السابقه كلها في كل الانديه اللي هو دربها هو بيحتاج على الاقل موسم كامل بصفقات بفلوس كتيره يكون بيها اساس يبني بيه مشروع. فانا مش بعول على انطلاقه مورينيو مع روما السنه الجايه الا لو كان جاب لعيبه بنفس الكواليتي اللي موجود في يوفنتوس وانتر وبدرجه اقل في اي سي ميلان، ولكن روما ممكن مورينيو ممكن يكون عنده مشروع، يعني يبني استراتيجيه للموسم اللي بعد الجاي. صحيح. للموسم اللي بعده طول ما مورينيو موجود وطول في ملامح لمستقبل واضح ومشروع مستقبلي واضح، هنا ممكن ندخل روما. ولكن في المعطيات الحاليه خصوصا اللي اضيف ليها ان كورونا اثر جدا جدا على مداخيل الانديه وعلى الميزانيات اللي بتجيبها الصفقات وعلى طريقه انتداب الصفقات اصلا، فمورينيو ما عملش ميركاتو ولا ربع اللي هو يتمناه. وانت من خلال النقطه دي مهمه جدا كمان، كانت نقطه خلاف كبيره رحيل طبعا كونتي على مستوى الاداره الفنيه للانتر بعد حصوله على الدوري كان علامه استفهام، ولكن زي ما انت بتقول هو كان طالب لعيبه بمبالغ كبيره جدا، ويمكن مجلس اداره او اداره طبعا الانتر قالت له لا احنا مش هنقدر نوفر لك هؤلاء اللاعبين في السنه دي، اللي احنا فعلا عندنا مشكله ماليه كبيره. يعني هو كونتي ومش بس كونتي، انت مشيت في انتر ميلان مشوا كونتي واهم نجمين روميلو لوكاكو واشرف حكيمي، بس ده كان اختيار واضح لاداره انتر ميلان بعد ما خدوا الدوري، كانوا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده عايزين يشعبطوا في انجاز كبير لما يعملوا بيه صفقات تداري التداعيات السيئه لفيروس كورونا ما تبقاش الجماهير زعلانه وحاسه. فلما مشوا روميلو لوكاكو مشوا اشرف حكيمي بحوالي 160 مليون يورو الاثنين، ومشوا كمان انطونيو كونتي اللي بنوده وشروطه الجزائيه ورواتبه بتبقى من بين الاعلى على الاطلاق في اوروبا، انتر ميلان ارتاح وخد نفسه وبدا بقى رهان مختلف على انه مكان مثلا اشرف حكيمي جاب قطعه اسمها دوم فرايس من هولندا، وجاب ايدن جيكو كلاعب راس حربه خبير مكان روميلو لوكاكو، والاهم سيموني انزاجي على البنش.